السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت لي في تلفزيون اتي ايه قلت لي التلفزيون هوصل حاليا، وصلت والتلفزيون الليد الاحمر شغال. احاول افتح مفيش اي نتيجة خالص، الليد الاحمر شغال. هقفل، حاليا قفلت. هفتح، الليد الاحمر فتح ولكن مفيش اي حاجة خالص. شاشة سودة، تلفزيون قاطع والليد شغال. عطل التلفزيون، الليد شغال احمر، الليد الاحمر شغال يعني الباور شغال والتلفزيون مش بيفتح. هبدا اكشف على التلفزيون واتابع العطل. تلفزيون اتي ايه 21 بوصه، التلفزيون بحالته. هبدا منين، باور لاين ولا لاين ولا مكشفات ولا اي سي فرتيكال؟ اول حاجه اعملها في التلفزيون هقيس الفولتيات. هبدا اقيس الفولتيات، الفولت على المحول بعد المحول على خط تخزين اللاين موجود 107 فولت، هنا موجود 21 فولت، هنا موجود 10 فولت، 14 فولت، 11 فولت، كلها فولتيات مناسبة لتشغيل التلفزيون، ولكن التلفزيون قاطع مش بيفتح. الليد الأحمر شغال، فولتيات موجودة. هنا سخونة ضعيفة جدا، دليل على ان في فولت واصل لاي سي الفارتيكل وفي فولت واصل لباور اللاين. هتأكد من الفولت على باور اللاين. الفولت على باور لاين موجود 107 فولت، وعلى اللاين نفسه موجود 107 فولت. اللاين عليه فولت 107، وعلى باور لاين موجود 107 فولت، يعني باور لاين سليم واللاين وصل فولت، ولكن التلفزيون لمبة حمرا ومش بيفتح. أحاول أحط إيدي على اللاين أشوف أي سخونية، مفيش أي سخونية ولا حاجة. وعلى باور اللاين في سخونية ضعيفة جدا، وعلى الأي سي العمليات، أي سي العمليات دافي، دليل على إنه شغال مدام دافي وكل فولت. تلفزيون وكل فولتيات، اي كل عمليات علي فولت دافي، دليل على انه بسخن. المحول بيخرج كل فولتيات، باور لاين علي فولت، اللاين نفسه علي فولت، التلفزيون قاطع، اللاين مش شغال ولا الفتيلة بتنور علشان الشاشة سودا. هقفل التلفزيون، حاليا قفلت. انا مش لاقي حاجة اقيسها لان الفولتيات كلها شغالة، ولكن هوصل تاني. احاول افتح من المفاتيح
لان ممكن يكون في حاله ستاند باي حاليا. ضغطت على المفاتيح هتاكد ان اللاين شغال او لا بالمفك، وبحط المفك جنب اللاين واشوف اللاين بيطلع او لا. لاحظ المفك بيشتغل، يعني اللاين بيقطع، دليل على ان اللاين شغال بيقطع، بس الاضاءة بتاع المفك ضعيفة جدا. اضاءة المفك ضعيفة، دليل على ان اللاين شغال. دي خطوة اتأكدت ان اللاين في امل عاوز يشتغل بس بيقطع. الخطوة التانية اللي هعملها باللمبة، لمبة 100 واط، لمبة فتيل عادية، وهقيس الفولت على باور لاين. اوصل طرفين اللمبة، واحد بالارضي، ارضي جسم التلفزيون، اي ارضي في التلفزيون، والطرف التاني بحطه على باور لاين. هنا بوضحلي ان الفولت على باور لاين بيطلع وينزل، بيطلع وينزل. هي نفس الفولت، نفس الهزة بتاع الفولت، هي نفس الهزة بتاع المفك اللي بيني ان اللاين بيقطع. هبدأ هلغي اللاين مكانه خالص، هلغي تغذية اللاين، حاليا لغيت تغذية اللاين، لغيت الخط اللي داخل الفولت، ولغيت الخط اللي طالع من باور اللاين. هبدأ اشغل، حاليا وصلت. هتأكد من الفولت باللمبة نفس الخطوة اللي عملتها قبل كده. اوصل طرف اللمبة مع الارضي، والطرف التاني على داخل اللاين. الفولت ثابت كده، الفولت تمام واضح، الفولت تمام، الفولت ثابت، معادش بيطلع وينزل. واضح ان اللاين عامل قفلة وبيقطع. هبدأ ارجع اللاين تاني، هعمل اعادة لحام على اللي انا فكيته. حاليا وصلت الاكلات تاني، وهبدأ اشغل من تاني. اوصل، حاليا وصلت طرف اللمبة مع الارضي، والطرف التاني الفولت. لما وصلت لللاين اللي داخل اللاين سليم، لكن الفولت على باور اللاين بيطلع وينزل، الفولت على باور اللاين بيطلع وينزل، لكن الفولت اللي طالع من محول التغذية على مكشف 110 فولت، الفولت ثابت، وداخل لللاين فولت ثابت. اما على باور اللاين اللي مودي لللاين، الفولت بيطلع وينزل. والدليل على ان التلفزيون اللاين بيقطع، بيشتغل بيقطع. اوضح اللمبة بالمفك، اللاين بيقطع. هبدأ هفك اليوك من مكانه، هقفل. حاليا قفلت، هفصل اليوك من مكانه. حاليا فصلت اليوك، هشغل التلفزيون بدون اليوك. هوصل، حاليا وصلت. هتأكد من الفولت تاني على باور اللاين. الفولت نفس الحكاية، الفولت بيقطع على اللاين نفسه، في مشكلة في اللاين.
هرجع اليوك مكانه تاني. هبدأ بخطوة جديدة، هلغي تغذية الفرتيكل علشان هيشيل الفرتيكل واخد تغذية من اللاين موجب وسالب. هلغي التغذية، احتمال يكون هيشيل الفرتيكل عامل قفلة. هلغي تغذية الفرتيكل اللي جاية من اللاين. حاليا لغيت طرفين الموحد الموجب والسالب الخاص بتغذية الفرتيكل، الموحدين موجب وسالب. هنا الموحدين، الموحد الاولاني رفعت مكانه، الموحد الثاني رفعت مكانه. حاليا لغيت تغذية الفرتيكل الموجب وسالب. هبدأ شغل التلفزيون، هوصل. حاليا وصلت، وهتأكد من الفولت تاني. هنا الفولت على المكشف الخاص بالمية عشر فولت، الفولت شغال زي الفل. وعلى باور اللاين لاحظ الفولت زاد، اللمبة بقت قوية عن الأول، والفولت بقى طبيعي، الفولت عالي وبقى طبيعي بعد ما لغيت الموحدين موجب وسالب تغذية الفرتيكل واللاين. أوضح نفس اللي عملته قبل كده، اللاين شغال زي الفل. التقطيع اللي كان بيجي معايا ما عادش بيجي، حاليا اللاين شغال زي الفل. وحقيقة الفولت من تاني واللاين شغال. الفولت على باور اللاين موجود 107 فولت، وعلى خارج المحول 23 فولت و11 فولت و15 فولت و12 فولت، كلها نفس الفولتات القديمة. بعد ما اللاين اشتغل، حاليا التلفزيون فتح معايا. اوضح التلفزيون شغال وعامل خط، عامل خط فرتيكل. هبدأ أتابع العطل، هقفل. حاليا قفلت التلفزيون، هبدأ أقيس مكونات. أول حاجة أعملها هقيس الموحدين بتغذية الفرتيكل موجب وسالب، موحدين تغذية الفرتيكل موجب وسالب هقيسهم. ده الموحد الاولاني بقيت معاه سليم، والموحد التاني بقيت معاه سليم، مفيش قفلة ولا حاجة. بعد ما عملت قياس للموحدين الخاص بالموجب والسالب، هبدأ ارجع الموحدين تاني لان انا فكيتهم قبل كده. هبدأ ارجع الموحدين، حاليا رجعت تغذية الفرتيكل الموجب والسالب، رجعت كل حاجة زي ما كانت. هبدأ أفك أيشي الفرتيكل، احتمال يكون هو الأيشي نفسه اللي عامل قفلة. أيشي الفرتيكل
أي شيء معجول عليه عاجل بعد ما فكيت أي شيء الفرتيكة من مكانه هبدأ أشغل التلفزيون بدون أي شيء هشغل حاليا وصلت واللاين اللاين شغال زي الفل اللاين شغال والتلفزيون فتح وعامل خط دليل على ان اي شيل فرتيكال عطلان هبدا ابدل الاي سي باي سي جديد هقفل حاليا قفل قبل ما ابدل الاي سي هبدل المكشف 50 فولت على 100 اللي هو 35 فولت على 100 هفك المكشف 50 فولت على 100 هنا المكشفين مكشف ومكشف حاول ابدل المكشفين مع بعض مكشف قيمته 25 فولت على 100 هبدل مكانه 50 فولت على 100 والمكشف اللي بعديه مكشف قيمته 35 فولت على 100 هبدل مكانه 50 فولت على 100 انا بدلت المكشفات اللي مع الفرتيكل عشان الشغل يبقى سليم والشغل يبقى على نضيف بعد ما بدلت المكشفين هبدا ابدل الاي سي بعد ما بدلت المكشفين هبدا ابدل الاي سي اي سي جديد اي سي جديد معجول العاجل حاليا بدلت الاي سي ومكشفين جنب الاي سي هبدا اشغل التلفزيون اوصل حاليا وصلت والعطل زي ما هو اللاين بيقطع حاليا اللاين بيقطع نفس العطل القديم ولا كأني عملت حاجه مع اني بدلت الاي سي العطل زي ما هو بدلت اي سي الفرتيكل ونفس العطل اللاين بيقطع هاكد لك من تاني ان اللاين بيقطع هتاكد من الفولت تاني على باور اللاين الفولت نفس الحكايه الفولت بيقطع على اللاين نفسه بعد ما بدلت الاي سي الفرتيكل والمكشفين والعطل زي ما هو هبدا
أبدل موحدين على خط تغذية الفرتيكال بالموجب والسالب، أبدل اثنين موحد تغذية الفرتيكال موجب وسالب، أفك الموحدين الموحدين الخاص بالفرتيكال الموجب وسالب، أبدل الموحدين الاثنين موحد تعود العالي، حاليا بدلت الموحدين موجب وسالب، أبدأ شغل التلفزيون، أشغل حاليا وصلت، بعد ما وصلت العطل زي ما هو ولا كأني عملت حاجة، الخطوة اللي بعد كده أبدل مكشفات تنعيم على خط الموجب والسالب، مكشف 25 فولت على 100، أبدل مكانه 50 فولت على 100، مكشف 50 فولت على 100، حاليا بدلت المكشف اللي على خط تغذية الموجب، وقبل كده بدلت المكشف على خط تغذية السالب، حاليا بدلت مكشف التنعيم على خط تغذية الموجب، وقبل كده وانا ببدل مكشف 50 على 100 الخاص بالفرتيكال كنت بدلت المكشف جنبيه 25 فولت على 100، ركبت مكانه 50 فولت على 100، هو ده الخاص بتغذية السالب. يبقى انا الوقت حاليا بدلت مكشفين على خط تغذية الموجب والسالب، وبدلت الموحدين موحدين الفرتيكال تغذية الموجب والسالب، وبدلت الاي سي. هبدأ اشغل التلفزيون بعد كل اللي عملته، اوصل حاليا وصلت، هتأكد من اللاين بيقطع او لا، اللاين اشتغل زي الفل الحمد لله، اللاين شغال زي الفل، والتلفزيون فتح اوضح التلفزيون شغال زي الفل، طبعا العطل اتصلح بنجاح والحمد لله، التلفزيون اشتغل زي الفل، وتم تبديل اي سي الفرتيكال ومكشفات تنعيم على خط تغذية الموجب والسالب للفرتيكال، وبدلت الموحدين الخاص بتغذية الفرتيكال بالموجب والسالب، ولكن أين العطل بالتحديد؟ أين سبب العطل؟ معاكم في التعليقات، وكل حاجة عملتها بالفيديو بالواقع، مفيش أي حاجة مخفية. التلفزيون شغال زي الفل.
كل حاجة شغالة تمام. هوصل فيديو حاليا، وصلت فيديو، تلفزيون شغال زي الفل، الوان طبيعية، حبيت الحجرة لقلب السيزون تول اشتغل تمام. اوكي فقالوا خلاص بنرجع ثاني، فما كان في شيء في رمضان لين كلمني برنامج كروموزوم على الاس بي سي، يعني فكرته رائعة جدا. اقفل التلفزيون. برنامج في سكتشات صحيح. بالعكس يعني انا يشرفني الشباب اللي فيه كلهم انا احبهم.